سليم الكلمة ليك. اهلا بك منى، مرحبا بك ومرحبا بضيوفك. كنتوا تشاهدوا معنا بكري اخر نقطه زارها رئيس الجمهوريه اليوم في قفصه، واللي هي معصره الدلالي، واللي على اساس بعدها هي يتم التوجه الى احد نزل قفصه لتقديم للقاء عائلات شهداء الحوض المنجمي وتكريمهم واحتسابهم ضمن شهداء الثورة. إلا أنه بمجرد مرور موكب رئيس الجمهورية، ركب رئيس الجمهورية في اتجاه النزل، بعد ما تعدى بالضبط الموكب هذا تم إغلاق الطريق. مجموعات اللي لاحظناهم احنا انهم اعمارهم تتراوح بين 17 و20 سنة، مجموعة من الشباب ومن المراهقين، خرجوا وسكروا الكياس ومنعوا كل السيارات اللي متجهة نحو النزل بما فيها سيارتنا احنا، زوج سيارات لفريق نسمة، لانه هبطنا رغم ذلك، وحاولنا نلتقطوا بعض الصور. تم رشق سيارتنا بالحجارة فغادرنا المكان، وعلى ما يبدو الوضعية تتجه نحو اكثر تصعيد واحتقان في الطريق الحزامية بقفصة المؤدية للنزل اللي باش يختتم فيه رئيس الجمهورية زيارته الولاية قفصة. وسنوافيكم بالصور اللي التقطناها منذ قليل، وسنواكب الأحداث في حي النور على الطريق الحزامية المؤدية للنزل اللي كما قلنا باش تختتم فيه رئيس الجمهورية زيارته الولاية قفصة. مشكور. شكرا.